داخل الشركة وخارج الشركة. لكن نتيجة أداء الشركة قالوا الآن يعني في معظم الشركات العلامة التجارية التسويقية المبيعات الكبيرة هذه كلها تفرص مش فرص. الفرص اللي هي يعني الفرص اللي هي أنت حاجة ممكن تستغلها وتحديد الحاجة اللي هي تضرك الحاجة اللي قادمة دي معك هذه نتيجة جهودك الداخلية نتيجة موارد مالية نتيجة موارد تسويقية نتيجة موارد إنتاجية. أنا حصلت على ميزة تنافسية حصلت على تسويقية حصلت على شغل عالمي نتيجة الموارد 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 مثلا كيف تزيد في عدم تنظيم في تغير في اتجاهات العملاء في تغير في تنظيمات العملاء المنافسة الموردين الموزعين واحد مصري هي غير مسيطر علينا. واحد مصري قال ان انت مش بتعرف اذا كانت داخليه ولا خارجيه تتخيل كان المنظمه مش موجوده اذا استمر الحدث معناته بتكون خارجيه اذا ما استمرش الحدث معناته كويس. والان شرط العلامه التجاريه ولا الحصص السوقيه يعني الشركه الحصص السوقيه مش مضمون بالضبط يعني بس اقصد انه طارق سويدان هو اصلا عنده يعني عنده نظريات شويه مختلفه عن البقيه لانه هو يحاول يحولها يفهم عن الوضع والثقافه الاسلاميه. تحصلي مثلا في برامج يجيب لك مثلا هرم ماسلو للحاجه يقول لك هذه النظريه الغربيه مثلا بعدين يحاول انه يكيفها وانه يجيب لها مصطلحات اسلاميه ويحاول انه وأقصد إنه شوية يخرج بعضهم عن الإطار الموجود لأنه عنده تفكير هو شوية تبعه مختلف يعني. لكن زي ما قلت ما يخرجوش على الأشياء اللي كان في السنة كويس. نقطة ثانية كويس إنها تحل الفرصة أيضا تكلموا لي إذا تحل لكم الفرصة بالنسبة للمشروعات مشروعات الآن ما بدينا هو انا هذا نصحتكم في اول محاضره انا قلت اختاروا وفي المحاضره يفضل انكم تجلسوا جنب بعض اللي هم بيشتغلوا مع بعض على اساس الراي هذا كيف يتطبقوا عادي. انا ممكن ترفع يدك نقول يا دكتور مثلا هذا احنا معنا مشروع كذا ايش نطبقه عادي كذا خمس دقائق بس هذا راجع لكم. انا يعني كم اللي قدر يحددوا واحد اثنين تقريبا ثلاثه اربعه مين راح نحدد الشركه البقية ايش اللي منعك انك تحدد الشركة؟ حددنا نص ساعة وعادي يعني بس حددت يعني ما قصدتش تشتغل الشغل الجيد لما تكمل المادة حتى لما تكون ما فهمتها. بس الان اصلا هي المادة هي مقسمة الى اربع اجزاء تمشي تدريجي يعني احنا ما زلنا في الجزء الاول اللي هو تدريجي فالان ايش المانع عندك التطبيق اللي اخذته في المحاضرة الماضية هي خارجية القصد هل لازم ما ترجعش نعيد المحاضرة اقصد هل لازم ننزل الشركة ناخذ بيانات ولا من عندنا؟ ما يحتاج في معلومات دكتور بالنسبة للمشاريع اللي خلينا نتكلم على برو لمشروع أنا كنا عوانا هي كبر مطلوبة إذا أنت إذا شفت إنك أنا وصلت تشتغل على شركة حاليا لأنه ما عندك معلومات أساسية أنا تحت لك يعني بديل آخر قلت لك أنت ممكن تعمل خطة استراتيجية لمشروع ناشئ أنت شيء تفتح مشروع قلت لي أنا كمان أنت خطة استراتيجية من نفسك بتسمون من نفسك يعني أنت عندك مشروع ناشئ ريادة ريادة الأعمال، ريادة الأعمال أو إدارة المشاريع الصغيرة، المادة هذه ريادة الأعمال تعلمك كيف تنشئ مشروع صغير. كيف تعمل خطة مالية، أول شيء تعمل جدول تسويقية وجدول اقتصادية وجدول مالية وبعدين تعمل خطط. المادة هذه اللي هي إدارة ريادة الأعمال. يعني تعلمك يعني كيف تنشئ مشروع صغير. اخترت أنك أنت درست مثلا جدول. درست مثلا جودة، درست مثلا تسويق، درست إدارة استراتيجية، الآن ممكن تجمع المواد هذه كلها إنك تعمل لك مشروع، تختلف مشروع جديد. هذا مشروع شوف هل في جدول اقتصادية مشروع ولا لا؟
صار لنا الحين بالنسبة لدارس ثلاثينية عارف في مثلاً لمشروع قائم يكون قد موجود مثلاً بكام لسنتين ثلاث سنوات لقد ناشي وإلا المشروع مثلاً قمنا مثلاً في معنا مشروع بناء مثلاً دراسة التربوع ناشي نعمل له هذا المشروع ممكن نعمله خطة استراتيجية طبعاً أهلي اللي معرفهم هو يمتلك أن الخطة الاستراتيجية هذه المشروع اوريدي موجود يعني هو في السوق لذلك هو الجزء الخطة التحليل الاستراتيجي في الملف اللي معرفهم يتكلم على الوضع الراهن تحليل الوضع الاستراتيجي يعني يقول لك العام التوي ويفترض أن هذا مشروع قائم وأنت المفروض تعمل له خطة استراتيجية للمستقبل لكن عادي ممكن يكون يعني مشروع ناشئ أقصد إنه حتى نوعية المشروع مثلاً ممكن حتى مشاريع صغيرة مشروع متوسط. إحنا قلنا الإدارة الاستراتيجية هي أكثر شيء تضمن في المشاريع الصغيرة. مشاريع كبيرة. أكيد عاد صدقنا إنه مشروع صغير. والهدف إنك أنت يعني أنا هدفي إنك عارف توصل لي يعني توصل لي بقلك أنا فاهم الكلام اللي قلته بس. بعدين إذا طبقتها على مشروع صغير وصدقنا إنه طبقتها على مشروع كبير. إذا فيها قطاع خاص قطاع حكومي شركة كبيرة شركة صغيرة شركة موجودة ولا شركة ناشئة. عادي يعني. هذا فينك تطبق مفاهيم الناس. خلاص. فالمرة الماضية تكلمنا عن البيئة الخارجية، اليوم بنتكلم عن البيئة الداخلية، درس البيئة الداخلية. فاحنا تكلمنا على مقدمة، المحاضرة الثانية تكلمنا عن البيئة الخارجية، اليوم بنتكلم عن البيئة الداخلية. والمحاضرة القادمة اللي هي تأسيس برنامج التحليل البيئي. كيف أسس البرنامج؟ أنا أعرف إيش يعني البيئة الخارجية وإيش الحاجة الأوامر اللي بعمل لها تحليل. واليوم بعرف كيف أعمل تحليل البيئة الداخلية وبعدين كيف تأسس برنامج أصلاً لتحليل البيئة وش تشكل فريق وش تعرف إيش الخطوات اللي تبدأ فيها عشان تحلل البيئة. فبدأ بتعريف البيئة الداخلية كل القوى اللي تعمل داخل المنظمة نفسها. بعدين صنفها إلى ثلاث أشياء تكلمنا عليها من قبل اليوم نتكلم عليها بالتفصيل. صنفها إلى ثقافة المنظمة، القيم، المعتقدات الخاصة بالموظفين، موارد المنظمة. أيوة. بعدين والثالث هو ايش الثالث هي رقم ضيق 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 هي طيب هذه البيئة الداخلية. طيب ايش التحليل؟ تجينا نعمل تحليل تعرف على عناصر البيئة الداخلية تقييمها لازم اننا نقيمها ونشوف هل هي لصالحي لصالح الشركة وتساعدنا في تحقيق الاستراتيجية ولا مش لصالح الشركه ولازم اول شيء ابدا اعدلها قبل ايش؟ قبل ما اعمل الاستراتيجيه. فانا بصنف اعمل لها تحليل وتقييم وصنفها الى الى شيء اذا كانت ايجابيه قوه اذا كانت سلبيه نقاط ضعف. الهدف ايش؟ ابن التصنيف الاستفاده من عناصر القوه. لانه انت ممكن يكون عندك عنصر قوه لكن مش مستفيد منه، انا عندي راس مال كبير لكن ما اعرف انا كيف اسمره. عندي خبرة في عند الموظفين لكن أنا أعرف كيف أستفيد منها وأستغلها. واضح؟ ومعالجة عناصر الضعف. ثلاثة فكرة عناصر الضعف هذه نتكلم على بيئة قابلة للسيطرة البيئة الداخلية. أنت ممكن تغيرها يعني. عندك نقص في الموظفين استقطب الموظفين، عندك نقص في رأس المال دخل معك شريك ولا يشتغل أسهم ولا سندات ولا أخرى من التكنولوجيا حقك قديمة ولا تحديث. وبالتالي كل نقاط الضعف أنت ممكن ممكن تحولها الى عناصر قوه. لكن لا تعمل سياره. طيب الان هذه الاشياء كلها انا ايش؟ داخل الشركه، الشركه مقسمه الى احصاء. بالنسبه للتاجر والعمليه للتسويق والموارد البشريه، كل قسم بيكون في عندي تحليل واشوف ايش نقاط القوه في الامور الماليه وايش نقاط الضعف، ايش نقاط القوه في التسويق وايش نقاط الضعف. تفضل. وعلى كل مستوى وظيفه حاول تتعرف على ايش؟ على نقاط القوه والضعف. هنا ذكر أربع أشياء أنت ممكن يعني ممكن تحاول إنك أنت تعرف الجانب التسويقي والجانب المالي والجانب الإنتاجي وخطوط التطوير. ذكر أربع أشياء أنت ممكن تعمل عليهم مقارنة. لذلك أنت في البيئة الداخلية ممكن تعمل جدول وتكتب الوظائف الإدارية وأربع أعمدة، كل عمود يتكلم، عمود يتكلم على الكفاءة يعني اللي هي التكاليف، استغلال أمثل الموارد، الدوام حق الموظفين هذا مورد، الكمبيوتر مورد، الانترنت مورد، الاقلام مورد، الاوراق مورد. هذا يصير لها باقصى حد ممكن في الاقسام والوظائف الاداريه. هذه الكفاءه، بعدين الجوده. انا ايش يقول الكفاءه على حساب الجوده، انا ايش اعمل التوازن ما بين تقليل التكاليف وفي نفس الوقت احافظ على يعني عائله الجوده. فاول شيء اول معيار تقيم على هذه الاشياء كلها اللي هو الكفاءه، بعدين الجوده،
بعدين التحديث، هل انت ماشي، هل انت الكير حقك ماشي لفوق ولا ماشي لتحت؟ التحديث والتجديد، بعدين الاستجابه للعملاء. هل كل الاقسام يعني توجهي نحو العميل ولا توجهي نحو المنتج؟ بعدين احنا نتكلم في هذه المحاضرات القادمه على الرساله. الرساله انت ممكن تصيغها عشان يعني تصيغ هذه الرساله، يقول لك نحن شركه مثلا ننتج مشروبات غازيه. هذا توجه نحو المنتج، تقال الناس احنا هدف الشركه، فكرت انه احنا ايش؟ عرفت الشركه اللي احنا شركه مشروبات غازيه، تعريف صح. لكن انت لازم تفكر بوجهه نظر العميل. احنا ايش؟ يعني العميل ايش القيمه اللي تقدمها للعميل؟ كل الشركات اللي تنت اللي مشروبات غازيه، انت ايش ميزت نفسك؟ لازم تفكر بالقيمه. يعني مثلا فيسبوك، فيسبوك هو ايش؟ هو شبكه تواصل اجتماعي. ممكن اقول نحن شبكه تواصل اجتماعي، هذا تعريف كلام عرفت الشركه، لكن ما قلت للعميل انا ايش اللي انا ممكن اعمله. لذلك رساله فيسبوك نحن نساعد العملاء على التواصل بالناس في حياتهم ورفض الناس الى اخره. هذا تعريف هي نفسي هذاك صح ولا صح، لكن انت هنا اخذت وجهه نظر العميل، هذه تسمى استجابه للعملاء. على مستوى اي وظيفه من وظائف المنظمه ايش اعمل؟ اشوف نقاط القوه والضعف في الكفاءه والجوده ومدى التجديد ومدى الاستجابه للعملاء. هذه هي المعايير. الهدف الاساسي انك ايش؟ اذا فكرت في الاربع اشياء هذه بتحصل على ميزه تنافسيه. ايش الشيء اللي تقدمه افضل من ايش؟ من المنافس. بعدين بنتكلم عليها في التفصيل. هذه ميزه تنافسيه، استفاده الشركه على معدل ربح اعلى من المتوسط السائد للصناعه. وفي عندك خيارين في الميزه التنافسيه. انا بفرق بين ثلاث اشياء. فرق بين الموارد والقدرات والكفاءة، الكفاءة الأساسية والميزة التنافسية. لو وصلناها كنا نصبها كذا. ممكن أقول الموارد هي القدرات، هنا الكفاءة الأساسية يعني الأشياء اللي أنت تستطيع تعملها أفضل من المنافس، كفاءة أساسية. الموارد والقدرات تساعدك أن يكون عندك كفاءة أساسية، مثلا إنتاج المنتج بجودة أفضل ولا بقدرات أفضل. بعدين الكفاءة الأساسية تأتي إلى ميزة تنافسية. الميزة التنافسية، أنا كفاءتي في التصنيع ولا كفاءتي في الابتكار، كفاءتي في الإبداع، كفاءتي في التجديد، هذا المفروض انه يعطيك ميزه تنافسيه. لما اذا ما اعطاكش ميزه تنافسيه ايش انا استفدت منه؟ في شركات عندها موارد لكن ما في عندها قدرات، يعني ما في عندها الكفاءات اللي تستطيع انها تستغل الموارد بافضل باقصى طاقه. كل الموظفين يداوموا مثلا من 8 ل 4 لكن مش كلهم الانتاجيه حقهم زي بعض. عندك موارد اللي هو الموارد البشريه، لكن هذا قدرتك على تفعيل زياده الانتاجيه للموظفين، هذا قدرتك. المورد والقدرة. المورد والقدرة يعطيك كفاءة أساسية، والكفاءة الأساسية تخليك تحصل على ميزة تنافسية. إيش الميزة التنافسية؟ تكلفة منخفضة أو تميز. تميز في الجودة، في التصميم، في خدمات ما بعد البيع. يعني الآن إما إنك تقدم للعميل ميزة في الجودة أو في التصميم، في خدمات ما بعد البيع، وبالتالي بيتقبل السعر المرتفع. إذا مش قادر تتميز في التصميم، في خدمات ما بعد البيع، في الجودة، على الأقل إيش؟ فاضطر إنك تخفض السعر. وعشان تخفض السعر لازم تخفض ايش؟ التكلفه. فاما ما اقول للعميل انا مقدم لك احلى سعر، انا ما بتميز في الجوده ولا في التصميم ولا خدمات ما بعد البيع. لكن انا ميزتي انا سعري اقل، لكن تكلفتي اقل. فدائما يعني في الميزه التنافسيه عندك خيارين في الميزه التنافسيه، اما تخفض التكلفه عشان تستطيع تخفض السعر، او ترفع السعر بس بشرط انه يكون في شيء يبرر ارتفاع السعر. فقال ايش الميزه التنافسيه؟ تكون توفر عندما تكون المنظمه قادره على تقديم نفس المنافع او الفوائد اللي تقدمها المنافس ولكن بسعر اقل. او اعطاء منافع فوائد تفوق المنافع اللي تقدمها المنافسين بالسعر نفسه. اللي هي انت ممكن اعملها كده، ممكن ارسمها كده. هذا انت لما تجي يمكن اخذتها في التسويق، لما تجي تعمل تقسيم السوق الى قطاعات وتحط التسويق. ايوه. اول شيء انا اقسم ايش التسويق؟ ايش مراحل التسويق؟ اول شيء بقسم السوق الى قطاعات، افهم السوق، افهم الاختلاف بين العملاء. بعدين احدد القطاع اللي بستهدفه. انا قلت والله في اختلاف بين العملاء في الدخل. دخل مرتفع، دخل منخفض، دخل متوسط. انا قسمت السوق الى ثلاث قطاعات بناء على الدخل. بعدين لا مش شرط انك تستهدف ثلاث قطاعات بمنتج واحد.
تعمل خيارات كثيره، مثلا كل قطاع بمنتج واحد. مثلا عمل منتج كوكا كولا، كوكا كولا ما في اختلاف، يعني كل الناس سواء كان داخل المنتج ولا مقابل، كان رجال ولا نساء، كان اطفال ولا شباب، ممكن يشتري نفس المنتج. كوكا كولا ما تستخدمش تقسيم السوق الى قطاعات. لكن لما تعمل مثلا بيبسي، مثلا لما تعمل بيبسي دايت، الان في ايش؟ احد القطاع الناس اللي هم مثلا ولا فيهم سكر ولا شيء، ولا الان احد في خط انتاج معين، خط انتاج مستقل. انا قسمت السوق الى قطاعات عشان افهم العملاء، بعدين اخترت القطاعات اللي انا بخدمها. انت ممكن تركز على قطاع تجاهل بقيه القطاعات، يعني بورش مثلا فقسموا الناس حسب الدخل، وهذا اللي استهدف بيهم، مش حتى لو الدخل المنتجات المليونيرات، يعني البي ام دبليو مرسيدس استهدف الدخل المنتجات، لكن سياره بورش لامبورجيني بوجاتي هذا اسعارهم لامبورجيني وبوجاتي، هذه من اغلى سيارات في العالم، يعني كنت اسعارها مليون دولار. هذه ما تستهدفش لو الدخل المنتجات، تستهدف المليونيرات. انت الان حسبت السوق الى قطاعات، بعدين حددت القطاع اللي يسيله سنه القطاع، بعدين لازم تعمل له احلال، توصل الصوره الذهنيه على المنتج على القيمه للعميل. طب الان ايش الصوره الذهنيه؟ هذه اللي ذكرها. ممكن نحملها كده عشان بس نفهم هذه. انت الان لازم تفكر انا يعني كيف بتميز على المنافسين؟ من سعر اقل او من حاجه اللي هو في القيمه. رخيص. اللي هو في القيمه. الان يعني الشركات ما يتكلموش على المنتج، كل شركات تقول، يعني كل شركه السيارات عندك سيارات، كل شركه الملابس عندك ملابس، كل شركه الموبايلات عندك موبايلات. فما يتكلمش عن المنتج، يعني الان ميزه. اتكلم على القيمه. القيمه اللي انا ايش؟ اللي انا اشوف المنافع اللي يحصل عليها العميل من المنتج والسعر. اذا قلنا مثلا هذا السعر، السعر ممكن يكون مرتفع. لكن القيمه. تمام، ممكن يكون نفس السعر ما غيروش. منخفض. او منخفض. وبعدين المنافع. يعني انا متى اقول قيمة هذا المنتج مرتفعة؟ حسب المنافع والسعر، العميل لما يقيم القيمة هو يقيم فيه، يقيم المنفعة يحصل عليها الفائدة والسعر. بعدين المنافع لما تكون مرتفعة. أو نفس السعر أو نفس المنافع، يعني ما عدش في المنافع نفس المنفعة اللي يحصل عليها العميل ويحصل عليها دائما، أو أقل. الآن بيكون في عندك كم؟ بيكون في عندك تسع استراتيجيات. لاحظ الآن عندك تسع مربعات، لما الماتريكس بيكون في عندك إيش؟ مصفوفة، بيكون عندك تسع استراتيجيات، فتختار لك واحدة منهم، في استراتيجيات ناجحة وفي استراتيجيات مش ناجحة. هذه يسموها إيش؟ هذه مرتفعة فائدة مرتفعة، هذه هاي فور هاي، يعني أقدم منفعة مرتفعة وسعر مرتفع، يعني أعطيك ميزة في المنتج وأرفع السعر. هذه بالنسبة للعميل تعتبر إيش؟ منطقية. أنا مثلا أشتري سيارة فول أوبشن فيها مرحلة سقف وكراسي جد، أكيد أنا أتوقع إنه ممكن يكون سعرها مرتفع. وفي شركات أيوه، في شركات هنا فول هاي أيوه اللي هي عفوا هذه يسموها مثلا شو ممكن نقول مور فور ذا سيل، مور احسن من هاي، ممكن نقول مور يعني اكثر ونفس واقل. تمام، ممكن نقول احسن كذا لما ترجمناها للعربي، اكثر نفس اقل. هنا هاي فور هاي، يعني اكثر مقابل ايش؟ مقابل اكثر، منافع اكثر، سعر اكثر. وفي شركتنا اكثر اكثر بنفس السعر. ايوه عفوا مور ام، قلناها مور اكثر، مور فور ام، مور فور مور، ام فور ام. ايش الفور هذه؟ فور فور كلمة فور لي يعني فور مور فور مور اكثر لي اربعه يعني اختصار كلمة فور اختصار يعني هنا مور فور مور اكثر لاكثر هنا مور فور ذا سيم اقدم له منافع اكثر لكن ايش؟ بنفس السعر يعني مثلا مرسيدس وبي ام دبليو هنا يقدم لك ميزات افضل منافع افضل سعر اعلى لكن مثلا ليكسس تويوتا بتبتدي تنافس مثلا مرسيدس وبي ام دبليو في السيارات الفخمه يعملوا سياره ليكزس لكن لما تشوف ليكزس تحصل المواصلات حقها قريبه لمرسيدس مثلا بي ام دبليو لكن السعر حقها ما غيروش السعر يعني السعر حقها منخفض هذا مور فور ذا سيم يعني زي ما تروح مثلا تتوقع انك تشتري منتج بدون ضمان
خلاك انا بجيب لك نفس المنتج بنفس السعر وزيد الجوده.